الله يقول سؤالي لك يا أحمد الفهيد، هل يقدر الهلال يحقق لقبه الخامس لدوري أبطال آسيا؟ بالتمرس وبالخبرة وبالقدرة الفردية للاعبين، نعم بتاريخ جارديم كبطولات، نعم يعني مدرب في أقل من 4 شهور محقق بطولتين، واحدة منها بطولة آسيا. لكن على أرض الواقع خلينا نقول الهلال ليس يعني ليس الهلال الذي تأمله جماهيره، في تحسن طفيف، ويأمل الجماهير أو تأمل جماهير الهلال أنه هذا التحسن يعني يتطور، وأنه جارديم مدرب الفريق يتنازل قليلا عن بعض قناعاته بما يخدم أداء لاعبيه داخل الملعب، بما يخدم خطة الفريق الهجومية، بما يخدم الفريق المتعود على أن يكون دائما في دائرة المنافسة وأن يكون بطلا لبطولة أو بطولتين كل موسم سواء محلية أو خارجية. فهل ممكن يحقق الهلال؟ نعم نعم ممكن جدا أن يحقق الهلال يعني البطولة الخامسة له آسيويا. عنده الصيت، عنده الهيبة، عنده التاريخ، عنده خوف الفرق المنافسة منه، يعني هم الفرق المنافسة سواء كبرت أو صغرت تنظر للهلال كفريق يعني عملاق وبطل. ضعف الدوريات الأخرى برضو يا أبو بدر، ضعف الدوريات الأخرى كذلك، يعني الدوري الصيني، الدوري الكوري، الدوري الياباني كلها ضعفت مش قد الدوري السعودي. صحيح. معليش أنا بس بتكلم في النقطة، نفس الكلام اللي قاله تو أبو عبد العزيز أيضا أنه البطولة ضعيفة وما عاد أحد يفرح بتحقيقها. هذا يظل رأي شخصي، رأيي أو رأيي كماجد أو رأي أبو عبد العزيز، لكن في النهاية هي بطولة قارية، يعني خلينا نقول هي الأكبر على مستوى القارة، كل أندية آسيا تحلم أنها تحقق هذه البطولة سواء كانت ضعيفة ولا قوية. يعني الفرق التي يعني تتأهل هي في الفرق البطلة، يعني الفرق التي تصدرت دورياتها من الأول وحتى الخامس وحتى السادس، الفرق التي تنافست يعني الذين عجزوا عن تسديد الرخصة الآسيوية هذا شأنهم، يعني شأن إدارات فرقهم، شأن الميزانيات المتاحة، شأن الصرف الغير مسؤول أو الغير مدار بذكاء، هذه قضايا ثانية. ما يعني لا يعني الاتحاد الآسيوي من يستطيع أن يسدد الرخصة ومن لا يستطيع، يعني أن الرخصة تسدد وأن الفرق الكبيرة بس أكمل الله يخليك، وأن الفرق الكبيرة قادرة على تسديد التزاماتها، لأن هذه بطولة مهمة وكبيرة، كبيرة جدا، بدليل أنه لما فاز الهلال السعودي في المرتين الأخيرتين حتى المرات اللي سبقت بس بستشهد في آخر بطولتين، الذي استقبلهم هو صاحب السمو الملكي سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، وهو استقبال كبير جدا، يعني على يعادل استقبال الملك. وبالتالي هذه دلالة على أن هذه بطولة مهمة وبطولة كبيرة، ويجب أن تستمر الفرق السعودية في الحصول عليها، ويجب أن تستمر الفرق السعودية في التأهل إلى كأس العالم للأندية، بل ويجب أن تقاتل الأندية السعودية على اللعب في نهاية كأس العالم للأندية وربما تحقيقها. هل الهلال قادر أن يفعل ذلك؟ نعم الهلال قادر وقادر جدا، يحتاج إلى فقط استقطابات جيدة، إلى مدرب قادر على يعني خلق تجانس في الفريق، قادر انه يعني حضور الهلال مثلا في بطوله كاس العالم الماضيه للانديه كان رائع، خذلته الخبره في التعامل مع مثل هذه البطولات، وذكاء جيسوس الذي استنزف الطاقه الهلاليه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني اجهز عليه. بالتالي الهلال من بطوله الى اخرى، من تاهل الى اخر، انا على يقين من انه الهلال قادر ان يذهب بعيدا في هذه البطوله، وان يحقق طموحات الجماهير وطموحات الكرة السعودية التي ترى في أنه فوز الهلال بالتأكيد هو مربوط باسم المملكة العربية السعودية. فقط أنا أقول أنه ما يتعلق بالاتحاد، أنا والله حقيقة تمنيت أنه نادي الاتحاد بهذا الحضور الرائع، بهذه الكوكبة من النجوم سواء الأجانب أو المحليين، تمنيت أن يكون الاتحاد في هذه النسخة، لأنه سيضيف عليها بعدا فنيا يعني كبيرا حقيقة، وسيضيف عليها مستوى عالي من الإثارة ومن التنافسية. وأني حقيقة أستغرب أنه عجز عن تسديد الرخصة الآسيوية، لدرجة أنه أنا قلت مع الزميل وليد الفراج في حلقة سابقة أنه أعتقد أنه أنمار الحالي يعني تعمد أن لا تسدد الرخصة الآسيوية لأنه أراد أن يتفرغ، طبعا هذا رأيي أو تحليل خاص وقد أكون مخطئ، تعمد أنه يتفرغ الاتحاد لبطولة الدوري وربما الكأس وربما يجمع بينهما، ليحقق الاتحاد بطولة، ليعود الاتحاد إلى منصات التتويج كفريق كبير وعملاق وكفريق بطل. لأنه لا أقبل في منطقي أو في عقلي المحدود إن جاز التعبير
انه الاتحاد يستطيع ان يشتري او يتعاقد مع لاعبين بارقام ماليه فلكيه كبيره ويعجز عن تسديد الرخصه الاسيويه. طيب انت تقول لا يمكن ان نستوعب يعني. معليش بس اكمل اذا كانت هناك أو بس اكمل بس اسمعني طيب اذا كانت على السريع على السريع احمد عشان ناخذ الكلام اخذ وعطى. اذا كانت هناك اذا كانت هناك اولويات فبالتاكيد انه مشاركه بالبطوله الاسيويه بهذا الفريق المميز اكيد انها واحده طيب. من الاولويات. جميل.